أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الميزان الأربعاء 7 يوليو تموز 2021. يشكل حاكمك فينوس جانبا جميلا مع برج كوكب كيرون. عزيزي الميزان، يمكنك إجراء اتصالات رائعة أو العثور على متعة خاصة في حياتك الاجتماعية اليوم وأهداف السعادة وخطط للمستقبل. تفضل رؤية الآخرين لصفاتهم الجيدة، لكنك لا تبالغ في جعلهم مثاليين. توازن مثالي للتعرف على نفسك واحتياجاتك والأشخاص المهمين في حياتك. إنه عبور ميمون بشكل خاص للانفتاح والاستمتاع بتفاعلات أكثر راحة وإنسيابية ولطيفة مع الآخرين اليوم. لديك إحساس أقوى من المعتاد بما ومن هو ذو قيمة ويستحق طاقتك. أنت تركز على الجوانب الإيجابية والموجهة نحو النمو لعلاقاتك. العلامة الأولى 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. بسبب الظروف المتغيرة يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط. ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. إذ لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر أن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته. توقعات العلامة الثانية 4 أكتوبر إلى 13 أكتوبر. تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنى في تحديد المشاكل التي تمثل حقا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها. في هذا الشأن، أن إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية. توقعات العلامة الثالثة 14 أكتوبر إلى 22 أكتوبر. على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، قد يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات، أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة. لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها أي تأثير عليك.